محمد شاب ككثيرين غيره، وجد في منصات التواصل الاجتماعي وسيلة لتسويق ماشيتهم بعد قرار السلطات الجزائرية غلق جميع الأسواق العشوائية لكونها مركزاً لتجمعات زادت من نسبة انتشار وباء كورونا. فما إن يجد الزبون ظلته على الموقع الإلكتروني حتى يتصل بالبائع ليتفق على موعد اللقاء. حبيت نشري ضحية تاع العيد، من بعد شفت فيسبوك الإعلانات كذا منا، من بعد شفت الأخر لانونس تاع السيد هذا بلاندو الكباش، من بعد عيطت له في التليفون، جيت شفت الكبش هذا ومن بعد عجبني تفهمنا عليه. غلق أسواق المواشي تسبب في خسارة مادية لمربيها، خاصة مع حلول عيد الأضحى وهو أكثر المواسم طلبا عليها. أنا نبيع في الدار عبر هذاك فيسبوك بلي فيديو بتصور، كاين الناس بزاف تجي لهنايا شافوا لي فيديو شافوا تصاور وجاو ليا لهنايا، وميفيتيها على جال هذه مرض الكورونا هذه، وزيد هذاك السوق هذوهم كاع مغلوقين. وإن كان مربي الماشية قد وجد ضالته في طريقة البيع هذه، فإن بعض المنظمات والجمعيات الخاصة بحماية المستهلك تعتبر هذه الوسيلة تحايلا يدفع ثمنه الزبون. نحن الآن تصلنا عشرات بالمئات الشكاوي عن منتوجات صناعية غذائية معاييرها تخالف ما رآه المستهلك عبر هذه الشبكة، فما بالك إذا ما تعلق الأمر بأضحية العيد. ورغم الانتقادات التي تواجهها، إلا أن المواقع الافتراضية باتت السوق الجديد المفروض بسبب الوباء للبيع والشراء. يرى البعض إن عملية شراء الكباش إلكترونيا توفر الوقت والجهد بالنسبة للباعة والمشترين، في حين يرى آخرون إنها عملية أفقدت عيد الأضحى نكهته الخاصة. نهد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.